منظر بتاع posterior compartment of the arm. ما عنديش غير عضله واحده اللي هي مين؟ ترايسبس. تراي يعني ثلاثه هيد. طيب دي السكابيلا، يبقى دي انهي هيد؟ اللونج هيد اوف ذا ترايسبس اللي كانت طالعه منين؟ انتراجلينويد تيوبير. يبقى ادي اللونج هيد اوف ذا ترايسبس، يبقى دي هتبقى مين؟ لاترال هيد اوف ذا ترايسبس. كانت طالعه منين؟ من الاباف ذا سبايرال جروف. ما بينهم هلاقي واحده نايمه على البون زي البريكيالس، هتبقى مين؟ الميديال هيد اهي. يبقى ادي اللونج هيد، ادي اللاترال هيد، واللي على البون الميديال هيد اوف ذا ترايسبس. طب ايه النيرف سبلاي بتاع الترايسبس؟ كان معدي فين؟ في السبايرال جروف اهو. ادي الريديال نيرف. ثانيه واحده خلاص؟ اهو ادي المنظر بتاع البوستيريو كومبارتمنت اوف ذا ار. ما عنديش غير عضله واحده زي ما قلت الترايسبس. دي السكابيلا، يبقى اللي اقرب للسكابيلا اللونج هيد. يبقى ادي اللاترال هيد. هفصل الاثنين من بعض زي ما انا فاصل كده، هلاقي واحده نايمه على البون اهي. يبقى دي الميديال هيد اوف ذا ترايسبس، يبقى دي اللونج هيد، ادي اللاترال هيد، وادي الميديال هيد اللي هي نايمه على البون. والنيرف اللي باين عندي فوق الراديال نيرف اهو، معدي في السبايرال جروب في اللور او اللاترال انترماسكولار سبيس. خلاص هنا هو نفس النظام اهو، ادي ترايسبس، دي اللونج هيد اللي هي اقرب للسكابيلا، وادي الناترال هيد.